الشريف في جنين، لديك جديد رائد، تفضل. محمد، الاشتباكات مستمرة بشكل عنيف جدا هنا في المنطقة التي نتواجد فيها، وتحديدا مقابل مخيم جنين أو في وسط المخيم. الآن تدور اشتباكات عنيفة جدا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص بكثافة، بالإضافة أيضا إلى تبادل إطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين. هم دخلوا إلى وسط المخيم واشتبكوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال الذي استهدف محيط مسجد الأنصار وسط مخيم جنين، بالإضافة أيضا إلى حارة الدمج وما تعرف بجورة الذهب أو خلة الصوحة في مخيم جنين، حيث هذه الاشتباكات التي ما تزال مستمرة، ونستمع إلى أصوات الرصاص وكذلك الانفجارات. قبل قليل كان صوت الرصاص يعني بشكل قريب من هذه المنطقة التي نتواجد فيها، وكأنه هناك رد على عملية إطلاق النار من داخل المخيم أو العكس تماما. ونحن نتحدث عن اشتباكات مستمرة، ولكن زادت وتيرتها في هذه الأثناء. ربما تستمع الآن حتى إلى صوت سيارات الإسعاف التي تتنقل من منطقة إلى دخول إلى مخيم جنين، حيث الإصابات التي كانت في المخيم. وقبل قليل شاهدنا فيديوهات وصور لأحد الشباب في وسط الشارع قد أصيب، ولم تصل إليه سيارات الإسعاف بفعل وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق الشوارع وأطبق الحصار الكبير على مخيم جنين. هذه طلقات نار يا رائد. هذه الأصوات الناتجة عن اشتباكات، نعم طلقات نارية، ولكن من أعيرة أو من أسلحة ثقيلة. انفجار ضخم الآن وسط المخيم كما أتابع وأشاهد، وبالتالي الآن كاميرا الغد تنصر أو تبث لكم وتصور لكم هذه الاشتباكات في مخيم جنين. وبين الفينة والأخرى نستمع إلى أصوات انفجارات سواء كانت بعيدة أو قريبة، لأن الاشتباكات في أكثر من منطقة، والمخيم بأكمله محاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعد هذه العملية الأكبر منذ عام 2002 كما تحدثتما قبل قليل، حيث الاشتباك ما زال مستمرا. وأرى الآن الاشتباكات تأتي متزامنة مع وصول تعزيزات وآليات عسكرية، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة، ودفع بآليات ثقيلة وناقلات جند دخلت إلى مدينة جنين وتحديدا لاقتحام المخيم. لكن أعود مرة أخرى إلى كيفية، أو عندما دخلت قوات الاحتلال إلى هذا المكان، أولا دخلت الجرافات التي قامت بتجريف الشوارع، وهذا خوفا من وجود عبوات ناسفة محلية الصنع وهذه شديدة الانفجار، وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني كان قد تعلم درسا من الانفجار الذي حدث قبل أسبوعين. بعدها دخلت الآليات العسكرية، الآن انفجار جديد، انفجارات متتالية، أرى ألسنة الدخان تتصاعد من وسط المخيم. هذه طبعا الدخان الذي يتصاعد نتيجة الانفجارات التي نتابعها الآن على الهواء مباشرة. أعتقد أن الكاميرا الآن ترصد لكم الدخان الذي يتصاعد من وسط المخيم، واضح تماما بأنهم يتنقلون من شارع إلى آخر، وربما اعتمدوا على الدخول إلى بيوت فلسطينية وقاموا بهدم جدرانها والتنقل من خلالها، أي أنهم يدخلون إلى منزل سين ويهدمون جداره، ينتقلون إلى منزل صاد. هكذا هي العملية هنا في مخيم جنين، وبالتالي العدوان الذي يمارسه وينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأقوى والأعنف منذ ما يزيد عن 20 عاما، سواء من خلال استخدام الطائرات الحربية الإسرائيلية المسيرات الدرون، أو من خلال استخدام آليات ثقيلة، أو من خلال استخدام واستحضار جرافات تعرف بD9، وهي الجرافات التي تستخدم عادة في العدوان وفي الحروب ولهدم المنازل. يعني عادة كانت إسرائيل بدلا من تفجير المنزل. خالد ذكرها مرارا، ما هي D9 أو DD9؟ ما هي قدراتها؟ كيف تستخدم؟ كيف هي تؤثر على الميدان؟ هي جرافة عسكرية يتم استحضارها في الحروب، وكذلك عندما تستخدم للمهمات الصعبة
هي مصفحة جدا ولا تتأثر بالألغام الأرضية، أي عندما أدخلوا نقلة الجند النمر وتم تدميرها من قبل المقاومين الفلسطينيين، كان يظن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الآلية، آلية النمر التي تغنى بها كثيرا، وقال بأنه بإمكاننا الدخول، لسنا بحاجة إلى طائرات حربية ولا حتى إلى طائرات مسيرة للدخول إلى مخيم جنين. دخلوا في هذه الآليات، تم تفجيرها وإعطابها، وهذا أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين، هذا ليس بعيدا قبل أسبوعين. اليوم هم أحضروا هذه الجرافات D9، تستخدم هي جرافة مصفحة، جرافة ضد هذه الصدمات وضد كذلك الألغام الأرضية، تتحمل ذلك، وبالتالي حتى لو وقع الانفجار تحت هذه الجرافة لا تتأثر لأنها مصفحة، وهي تستخدم منذ زمن طويل عند الاحتلال الإسرائيلي، وبكل تأكيد تم تطويرها. الآن رصاص حي في منطقة قريبة، اشتباكات عنيفة محمد، نتابعها الآن على الهواء مباشرة، نسمع صوت إطلاق النار متبادل ما بين المقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. الرصاص الحي سواء من على مدخل المخيم حيث نتواجد أو حتى في وسط المخيم، بالإضافة إلى الانفجارات التي نسمعها، وغالبا هذه الانفجارات إما تكون وهي بالأغلب هي قنابل يدوية أو عبوات محلية مصنعة وهي شديدة الانفجار لمقاومين فلسطينيين، إما تم زرعها في شوارع المخيم أو على قرعة الطريق، أو حتى يتم إلقاؤها من قبل المقاومين الفلسطينيين يعني باتجاه الآليات العسكرية. صوتها عالي، لكن أنا أتلمس خيطا في الصوت ربما للأذان يا رائد، يعني إذا كنت ما أتلمسه صحيحا، هل هذا معناه أنه القوات الراجعة الإسرائيلية لم تستطع حتى اللحظة الدخول إلى مسجد الأنصار أو غيره من المساجد، أو أنا مخطئ؟ بكل تأكيد، ولكن ربما يمكن ربط هذه النقطة التي أنت تحدثت فيها بحرمة يعني ما تقوم به إسرائيل تحديدا مع ما يرفع الآن يعني الأذان وسط يعني مدينة ومخيم جنين، حتى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم صوت المؤذن ولا حتى هذه المكبرات، مكبرات الصوت التي ترفع الأذان الآن. هذا انفجار ضخم، هذا انفجار كبير وعنيف، ويتبع هذا الانفجار طلقات نارية. هم واجهوا صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق، من الصعب والآن أرى أنهم بدأوا برمي قنابل دخانية. نعم، بدأوا برمي قنابل دخانية مرة أخرى، لست أدري إن كان المصور باستطاعته أن يرصد هذه القنابل على الهواء مباشرة. الدخان الملون. نعم، نحن نرصد صورة القنابل الملونة الدخانية، ونرصد كذلك بالصوت، يعني نحن ننقل الصورة بطبيعتها، أي صوت الرصاص وكذلك الانفجارات. تحتنا مباشرة أيضا هنا تعزيزات عسكرية إسرائيلية الآن يتم استخدامها، تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة. سأطلب من جميل فقط يعني أن يسلط الكاميرا على هذه التعزيزات التي وصلت الآن وتدخل. نعم، هي دخلت الآن إلى الشارع المقابل لمخيم جنين. هذه التعزيزات وصلت إلى الشارع الذي كنا أصلا نصوره وتتواجد فيه آليات عسكرية، لكن تم استخدام واستحضار آليات عسكرية وتعزيزات جديدة إلى المكان وسط إلقاء قنابل دخانية، وهذا كما ذكرت إما لتحديد موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي للطائرات أو حتى للقوة ولغرفة العمليات، أو حتى للتعتيم على شيء ما، أو لتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من الانسحاب من نقطة معينة قد دخلها وتعرض لعملية إطلاق نار أو وقع في كمين للمقاومة الفلسطينية. كل هذه سيناريوهات مطروحة ونعرفها من خلال يعني التغطية على مدار سنوات عديدة، ونحن نتابع هذه الاقتحامات، ونحن نتابع كذلك العدوان الذي يشن على مدن مختلفة في الضفة الغربية، حتى أني يعني قبل قليل تحدثت عن الإطارات المطاطية، لماذا يقوم الشباب بإشعال هذه
هذه الإطارات المطاطية ودحرجتها باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسببين. السبب الأول هو حجب الرؤية، والسبب الثاني هو يعني سبب ثوري منذ الانتفاضة الأولى، مظاهر احتجاج. واضح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن بات يدفع بالتعزيزات إلى مخيم جنين. محمد انقطع الاتصال حبذا لو عدتم إلي حتى طيب التقط انفاسك يا رائد، يعني دعني اعلق على هذه الصور على حتى اعود اليك مجددا. رائد الشريف اشكرك جزيلا من جنين وساعود اليك لاحقا بالتاكيد. هذه الصور التي نراها الان على شاشه الغد صور حيه مباشره، هذه هي القوه الاسرائيليه، الاليات العسكريه، التعزيزات العسكريه الاسرائيليه التي وصلت الى اماكن و نقاط متفرقة وسط مخيم جنين. ما تابعناه منذ لحظات انفجارات متتالية كانت في مخيم جنين وفي مناطق وأماكن متفرقة. قبلها قمنا ببث مشاهد للاشتباكات العنيفة التي قنار، وبالتالي ربما في أي لحظة يتم قصف بعض المناطق في المخيم أو حتى باستهدافها، ليس يعني شرطا أن تكون من خلال الطائرات الحربية أو حتى الطائرات المسيرة، بل من خلال وحدة عسكرية إسرائيلية على الأرض، من خلال يعني صواريخ موجهة أو من خلال ما يعرف بقذائف الأنيرجا التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفتح ثقوب أو ثغرة في الجدار أو حتى في المنزل أو المكان المستهدف. كما ذكرت انقطع الاتصال وما زلت أتابع معكم هذه الصور إذا كنتم تتابعون أو حتى إن بقيت معكم على الهواء. نعم سنتابع، سأتابع معكم الآن. نعم رائد. محمد أسمعك يا رائد. محمد هل تسمعني؟ أسمعك يا رائد، أسمعك بوضوح. نعم كان في هناك حديث، يعني كان في هناك حديث حول تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مخيم جنين، وكنت يعني قد تحدثت عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فشلت يعني أكثر من 3 مرات بالتوغل إلى قلب مخيم جنين من جهة حارة الدمج، وكانت اشتباكات مسلحة مستمرة بمحيط مسجد الأنصار الذي تحدثت عنه قبل قليل، وهم واجهوا صعوبة في الدخول إلى تلك المنطقة. أيضا منذ ساعات الصباح شاهدنا رسائل عديدة من فلسطينيين قاموا بإرسالها. مفاد هذه الرسائل محمد، ومن الذي أرسل هذه الرسائل؟ المخابرات الإسرائيلية، الشباك الإسرائيلي أرسل رسائل إلى هواتف الفلسطينيين سواء المدنيين مع بداية الاقتحام أو حتى قبل قليل إلى المتحصنين داخل مسجد يعني مسجد الأنصار أو حتى المسجد المحاصر، مفادها أنهم إذا لم يسلموا أنفسهم فسيتم قصف المسجد، هكذا يعني ورد قبل قليل. وتبقى هذه المعلومات وهذه يعني المصادر المحلية وبالتالي التي نعتمد عليها سواء من قلب المخيم أو حتى من شهود العيان والفلسطينيين الذين يتواصلوا معنا من داخل مخيم جنين بالرسائل التي وصلتهم وتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي. يا رائد هناك رواية ما أن الجانب الإسرائيلي كان يرغب حتى من قبل عملية جنين التي نتابع راحها الآن على الهواء، أنه كان يرغب في ربما قصف محيط مسجد الأنصار، ربما هدم المسجد، يعني هناك نية ما مبيتة إسرائيلية يا رائد، يعني إن كانت المعلومة صحيحة دقيقة لي رجاء. مرة أخرى السؤال محمد لو سمحت. كانت هناك رواية ما يا رائد تتحدث عن أن هناك نية إسرائيلية لهدم المسجد أو القضاء على محيط مسجد الأنصار حتى من قبل أن تبدأ عملية جنين التي نتابع رحاها وتداعياتها الآن، إذا كانت هذه المعلومات دقيقة أو صحيحة سديدة رائد دققها لي رجاء. حقيقة لا أستطيع يعني تأكيد هذه المعلومات لأن المعلومات واسعة جداً، ونحن نعيش حالة
يعني تصعيدا كبيرا. نحن نعيش عدوانا يشن على مدينة جنين وعلى مخيم جنين تحديدا، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى ولو للحظة واحدة بقصف أي هدف، سواء كان مسجد، سواء كانت كنيسة، سواء يعني كان بيت، أو حتى مسعفين أو صحفيين، لأنه خلال الفترة الماضية، خلال الساعتين الماضيتين، تعرضت طواقم صحفية لإطلاق نار. أحد الزملاء الصحفيين يعني جاءت في كاميرته قرابة من 3 إلى 5 رصاصات، ودمرت الكاميرا وجهاز البث. أيضا خالد بدير زميلنا تعرض لعملية إطلاق نار، هو ومن معه من الزملاء في محيط، ما هذا رأيك؟ في محيط تفجير؟ مستشفى ابن سينا. هذا انفجار قوي الآن. نعم، هذا انفجار ربما ناتج هذا الانفجار عن عبوة يعني محلية تم تفجيرها بآلية عسكرية، أو حتى تم إلقاؤها باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن دعني أذكر محمد، في ظل هذه الحالة الآلية العسكرية نحن نتابع منذ سنوات، لم أرى الآلية العسكرية، لكن منذ ساعات الصباح وهذه القنابل اليدوية أو حتى هذه العبوات المتفجرة تلقى باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي بتنا يعني نعرف أن أصوات هذه الانفجارات هي ناتجة عن قنابل يتم إلقاؤها باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي أو زرعها، سواء في وسط الشارع أو على قارعة الطريق. وإنما الجرافات الإسرائيلية عندما دخلت قامت بتجريف الشوارع، وإذا سألت عن عملية تجريف الشوارع هي فعلا دخلت لتأمين دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية، الجبات العسكرية، بدلا من أن يتم تفجير هذه العبوات المصنعة محليا وهي شديدة الانفجار بالآلية العسكرية. هذا انفجار آخر الآن، هذا انفجار آخر الآن في منطقة قريبة. نعم في منطقة قريبة، وأرى ألسنة الدخان الآن بدأت تتصاعد من منطقة قريبة، وتحديدا يعني خارج المخيم. هذا في مدينة جنين، يعني في منطقة قريبة، ولكن هي تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أينما تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك مقاومة، وهناك مجموعة من المقاومين يقومون بإلقاء هذه العبوات التي تحدثت عنها قبل قليل. وكنا نتحدث عن التجريف بأنه هذه الجرافات دخلت لتأمين دخول الآليات العسكرية خوفا من وجود هذه العبوات داخل الأرض، وهذا ما جرى مؤخرا عندما دخلت القوات الإسرائيلية، وأدى ذلك إلى إصابة مجموعة من الجنود الإسرائيليين واستشهاد ستة فلسطينيين. ولكن بعد ساعات نفذ الفلسطينيون عملية أدت إلى مقتل وإصابة 8 مستوطنين قرب مستوطنة عليه، وبالتالي الأمور تدهورت هنا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يفكر في هذه العملية. بعض المعلومات التي وردت تبادل لإطلاق النار، اشتباكات عنيفة، بعض المعلومات تبادل، نعم، هذا تبادل لإطلاق النار واشتباكات عنيفة داخل المخيم. داخل المخيم الآن هناك تبادل لإطلاق النار داخل المخيم، اشتباكات عنيفة جدا. الآن انفجار، سأترك لكم الصوت، يعني الصوت والصورة. شكرا. صوت الرصاص جلي واضح في هذه اللحظات. نعم محمد، تعمدت أن أصمت رائد قليلاً، علق عليه، هذه الأصوات وصلت إلى العالم بأسره، تبادل لإطلاق النار بهذه الأصوات. نعم، والشدة والاستمرارية. تعمدت محمد أن أصمت قليلاً لكي تتابع أنت والمشاهدين جيد الصورة بطبيعتها،
وبالتالي الرصاص والاشتباكات لم تتوقف منذ ما يزيد عن دقيقة ونصف، وهنا صحيح. أقصد لم أتوقف بأنها متواصلة، عملية اشتباك متواصلة ما بين الاحتلال وكذلك المقاومين 92 الفلسطينيين ثانية هنا في المخيم. الصمت منك كان لمدة 92 ثانية بالضبط. نعم، واضح بأنه على ما يبدو في هذه الأثناء يتم إلقاء قنابل غازية. هذه أول مرة يعني منذ أن دخلنا المخيم أو على تخوم المخيم نشاهد جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غازية باتجاه على ما يبدو أحد الشوارع القريبة والمتاخمة لمخيم جنين. ربما هناك مواجهات، لكن في العادة في مثل هكذا حالات هم يقومون بإطلاق الرصاص الحي. اليوم كما ذكرت لك قبل قليل عندما استشهد شاب أمامنا وجاءت رصاصة برأسه وتم نقله إلى المستشفى وفورا أعلنوا استشهاده. الآن سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان عقب عمليات الاشتباك وإطلاق النار التي تابعناها واستمعنا إليها قبل قليل ورصدناها على الهواء مباشرة. الإسرائيلية هي سيارة إسعاف فلسطينية تتقدم الآن. نعم الآن سيارة الإسعاف. أكثر من سيارة إسعاف، أكثر من سيارة إسعاف نراها الآن، نراها رأى. هذه سيارات الإسعاف تتحرك باتجاه المستشفيات، ربما باتجاه مستشفى جنين الحكومي أو حتى باتجاه مستشفى ابن سينا أو مستشفى الرازي في مدينة جنين. ربما هناك إصابات، وكما ذكرت قبل قليل يعني بين فترة وأخرى وزارة الصحة الفلسطينية تحدث الإصابات وتحدث كذلك عدد الشهداء. في آخر إحصائية لوزارة الصحة في تمام الساعة 3:50 8 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، وأكثر من 50 جريحا بينهم 10 بحالة خطيرة. نعم في البيرة، هكذا ما أعلنته وزارة الصحة. وبالتالي كنت قد سألت عن الاستعدادات الطبية، وزارة الصحة قالت نعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين. طبعا. هذا ما أكدته الدكتورة مايكيلا حول خطة الطوارئ القصوى في جنين لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير كافة الاحتياجات الصحية اللازمة. وقالت منذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين قمنا بتجهيز مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط مدينة جنين والمحافظات المجاورة. تعمل الطواقم على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس، ذلك لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج. تعلم تماما عندما نتحدث عن أرقام تصل إلى 50 جريحا كيف يمكن لمستشفيات يعني بإمكانيات متواضعة أن تستقبل هذه الأعداد، ونحن نتحدث عن إصابات خطيرة. في بيانهم قالوا 10 إصابات على الأقل بحالة خطيرة منذ لحظات عملية تبادل إطلاق النار. ربما تسفر يا رائد في خلال ثواني ودقائق عن طبعا ما زالت دائرة والاشتباكات ما زالت حية.